اتمنى اكتر لاعب هنا في مصر يعني يكون معايا هو محمد صلاح، رغم ان في الطبيعي انا ما بتمناش حد، اتمنى كل اللعيبه تبقى عايزه تكون معايا يعني، بس لك ايقونه كويسه هو محمد صلاح بالنسبه لي هو نمبر 1، ما شفتش حد جذبني غيره. هو الحقيقه اكتر مثل كويس بالنسبه لي في الوكاله بره مصر يعني بنمشي على خطاه يعني هو مينو رايولا، طبعا يعني اكبر الوكلاء في العالم، واتمنى ان انا ابقى ماشي على النهج والمدرسه بتاعته يعني ان شاء الله. الحقيقه انا شايفه ان مينو رايولا مالوش مش محبوب او مالوش شعبيه كبيره ما بين الانديه، هو مش مهم ان انا ابقى ليا شعبيه، هو المهم ان انا يعني اوصل للهدف ان انا اريح اللاعب والبي للنادي الشيء اللي هو طلبه، مش مهم بقى ما يحبوني او يكرهوني، المهم ان انا بقدم شغلي بصيغه كويسه، ده من وجهه نظري يعني. طبعا طبعا لا 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 انا ضد المنهج ده خالص، ان انا اجي على، انا شايفه طبعا ان انا اجي على جمهور نادي او حد علشان اللاعب بتاعي وابقى دايما ماشيه في صفه، ان ده طبعا غلط ومدرسه غلط، لان انا ممكن اكيد عندي لاعب لازم هيغلط يعني، ما هو اللاعب مش ملاك، وانا ما ينفعش ان انا علشان انا وكيلته ابقى ماشيه معاه دايما يعني، لا طبعا غلط جدا، انا ضد الموضوع ده. الصعوبات اللي بتواجه الوكاله او الحاجه اللي نفسي بجد بجد اغيرها في مصر ان احنا نبطل ندخل على شغل بعض بصراحه يعني، نفسي في مره ابقى سي مثلا عارفه ان اللاعب فلان مع الوكيل فلان عادي، انا مبدئي اروح اخبط على الباب، بليز انا محتاجه اللاعب بتاعك، انت وافقت اوكي، ما وافقتش اتس اوكي. لكن انا اكتر حاجه بتاذيني في شغلي بجد ان كله بيلف كله بيلف، حاسه انا في دوامه مش في سوق يعني. لا انا شايفه ان اللاعب مش قصه ان هو بيبقى دهري معايا او مش دهري معايا، هو انا عندي لعيبه فعلا في مصر، واحد زي فان ديف هارمون ده لاعب منتخب ليبيريا ونزل على مصر، لما عملت معاه الصفقه اللي جايه في شهر واحد هو خلاص نازل، كمية وكلة كلموه، ووكلة معروفة في مصر قال لهم سوري ام ود نور، محدش يتكلم معايا، عايز اي عرض او في اي حاجة يكلم كابتن نور، مش بيكلموني بقى، هما بيبعتوا ناس تانية يتكلموا تاني. طب ما هو الباب موجود، ليه الف على لاعب يعني؟ انا شايفة ان المشكلة بتكون في لاعب مصري او لاعب مش مصري، هو فعلا المشكلة دي حصلت، بس حصلت ليه؟ لان انا لما بقعد مع لاعب وبتفق معاه لازم احط بنود وفي عقد وفي لايسنس ليا انا كوكيلة تضمن حقوقي، لكن ده بيختلف يعني، في لاعب ويلتر بواليا ما بيحبش يتعامل مثلا بعقد وكالة، يقولك انا بتعامل بنسب يعني، اي حد يجيب لي اي حاجة اديله نسبة وخلاص، في لاعبين كده، ودي لعيبه تقلق منها، لان اللاعب الدايركت ما عندوش مشكله انه يبقى مع حد واحد طالما هو عارف هو هيجيب له ايه بس، فده نوع من انواع اللعيبه اللي انا ببعد عنهم بصراحه. زي ما اللعيبه عليها دور، لان زي ما في لاعب كويس زي ما في لاعب وحش، واكيد هقابل ده وقابل ده، بس يوم ما بقابل الوحش بحط عليه اكس وبمشي واسيبه، لان انا مش هقعد يعني بدخل نادي اتكلم على لاعب الاقي 10 وكلاء متكلمين عليه، انا بحرق نفسي في السوق مش عايزاه. هو بالفعل انا بتابع الكره النسائيه لان انا لعبت كوره وشايفه ان هم ليهم وكلاء، بالحقيقه انا ماشيه في الموضوع ده دلوقتي يعني، انا ابتديت طبعا الناس اللي شغاله تحتي ابتديت اخليهم يبصوا على اللاعبين البنات الكويسين خلال الدوري، والبنات الكويسين نقدر نسوقها بره مصر، وعايزه افتح السوق بتاع البنات شويه، لان بجد احنا عندنا هنا مواهب في مصر ما بنات مدفونه يعني، في بنات احسن هنا في مصر من بره مش واخدين فرصتهم، فانا بتمنى ان انا في يوم من الايام اكون سبب ان انا ادي بنت فرصتها يعني بره.